أحسن القصص. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء والرسل لكي يعيدوا الناس إلى جادة الصواب، إلى الطريق المستقيم، ولكن من الناس من يأبى إلا أن يكون من حزب الشيطان. قصة سيدنا هود عليه السلام، ما قصته ولمن أرسل وما قومه وأين كان مكانه قديما وحديثا الآن؟ أين هذه الأحقاف؟ وما العذاب الإلهي الذي نزل على قومه؟ وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى؟ وما إشكالية سيدنا هود عليه السلام مع قومه؟ وما عقدة قومه من نبيهم سيدنا هود؟ وما الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أحسن القصص. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. بارك الله فيك سيد الكريم. سيد الكريم، وصلا بما سبق واستمرارا في برنامج أحسن القصص، سيدنا هود، إذا قلنا سيدنا هود وقومه والأحقاف، ما الذي يتبادر إلى ذهن فضيلتكم من مرصدكم الخاص؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أول ما يتبادر إلى ذهني أن نوحا عليه السلام لما نجاه الله ووصل إلى جبل الجودي وقال الله يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله، القرآن يستبق، مش يستبق الأحداث، يرسم صورة لهؤلاء القادمين. سبحان الله، ممن يناكد الرسل وممن سبحان الله يعني ينحرف بعيدا عن جادة الطريق. فهبطت الأمم الذين آمنوا بنوح عليه السلام على جبل الجودي معه، ولكن يبدو تباعد الأمم وانشغالهم وانغماسهم في الدنيا وحب الدنيا ينسيهم أنتم هنا لماذا؟ لماذا أنا هنا؟ يعني في علم المنطق هناك قضية يقال عليها، يقال عنها لزوم الدور. لزوم الدور، النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها، بالعامية كده الثور في الساقية، أو أعزك الله الحمار في الساقية، هي كده يلف ويلف ويلف. وحتى من الطرفة تقول إن رجلا عنده أعزك الله حمار يدور في الساقية وقد غم عينيه، وجلس الرجل صاحب الحمار عند تحت الشجرة وقد نام. جاء أمير من الأمراء فقال له عجبا، تضع في رقبة الحمار جرسا وتغمي عينيه؟ قال أنا أغمي عينيه كذا لا يشعر بالدوار، يعني من اللف، يعني لزوم الدور. سبحان الله. طب والجرس؟ قال عندما يتكاسل ويتوقف استيقظ. فقال الامير للرجل المسكين هذا، قال له هب جدلا ان الحمار توقف وهز رقبته هكذا. قال وهل عقل الحمار كعقل الامير؟ يعني معقول يعني العقول تساوى؟ الله المستعان. ففي ناس تلزم الدور. يعني ايه تلزم الدور؟ حتى محمد يبني في عصرنا الحالي تقول للرجل كبارة علامة يعني طبيب نطاسي، يا دكتور ابنك ده في الثانوية العامة فين هتوديه؟ يبص لك كده، طبعا كلية الطب، ما احنا عندنا الوراثة برضو شغال. طيب ليه كلية الطب؟ عشان لما يتخرج ياخد العيادة بتاعتي، ولما يتخرج يعمل ايه؟ يشتغل في العيادة، وبعد ما يشتغل في العيادة ازوجه، وبعد ما نزوجه نجيب له بيت، وبعد ما نجيب له بيت سيارة وعين، المهم وبعدين يجيب اطفال، توديهم فين؟ اوديهم كلية الطب ليه؟ عشان يبقى في عيادة جده. اهو ده بالظبط، لو ان توقف وهز الجرس كان يبقى جميل. لان ما الجديد الذي اتيت به؟ لم يقل انا عايز واحد يعني من اولادنا يكون نابغة
في علم الجينات ونابغة في علم كذا ونابغة في علم كذا، لا هو عايز في العيادة ويأخذه ويزوجه ويعمله. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ده لزوم الدور. فيبدو أن الأمم في لزوم الدور هذا مرض، لزمت دورها وعادت مرة أخرى إلى الشرك والكفر. هؤلاء قوم عاد كانوا يسكنون الأحقاف جنوب الجزيرة العربية، جنوب الجزيرة، تمام؟ خالد دلوقتي مثلا، يعني مثلا جنوب مكة وانت ماشي ناحية اليمن كده، نعم. فأرسل الله إليهم أخاهم هودا. دايما الأنبياء سبحان الله العظيم دائما يرسلون من القوم الذين أرسل إليهم عشان ما يقعدوش يسألوا ده جاي لنا منين، يعني يعرفونه تمام المعرفة، واحد منهم يعني. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة. لكن لما مدين راح ناحية سبحان الله المتفكات وانتقل من مدين، ما قالش وإليهم أخاهم شعيبة، لأنه مش أخوهم، مش منهم، واحد قوم تنين يعني. ودي قضية ملمح أبو سيف، ملمح خطير جدا. رغم كفر القوم، خلي بالك من شو عظمة القرآن، رغم كفر القوم وانتهائهم بالكفر وعذاب الله لهم الذي حق عليهم بأعمالهم، ما نفى الله سبحانه وتعالى عنهم وعن نبيهم طبيعة الأخوة، أخوة المواطنة، أخوة الأرض. يعني احنا كلنا أمنا الأرض، يعني احنا لما نبحث عن مشترك بيننا وبين السبعة مليارات نجد ان الكوكب الارضي يجب علينا جميعا ان نكرمه وان نحافظ عليه، من لو كان فيهم رجل رشيد، عشان نتفاهم مع بعض. لآدم من تراب، نعم، كلكم لآدم، وآدم وآدم الله يرضى عليك. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. تتقون ايه؟ ايه الفوضى والانحراف اللي انتم ماشيين فيه؟ سبحان الله. وقال يعني سبحان الله العظيم، يعني ذكرهم انهم يعني اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، بس خدتوا نعمة تانية وزادكم في الخلق بسطة، سواء بسطة في الجسم، بسطة في العلم، بسطة في الرزق، بسطة يعني. ترك هذه البسطة سبحان الله يعني مبسوطته سبحان الله. التنكير يفيد العموم والشمول دائما. الله يرضى عنك، ما شاء الله، الله اكبر. ايوه كده، اكمل لنا كلامنا صح، تمام كده. فرب العباد سبحانه وتعالى على لسان هود يعني واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم وزادكم فاذكروا آلاء الله. لازم شوف، الانسان لا ينحرف الا اذا نسي آلاء الله، بس دي الملمح الاول في القصه. اي انسان ينسى آلاء الله سوف ينشغل بالنعمة عن المنعم، وإذا انشغل بالنعمة على المنعم عن المنعم سبحان الله العظيم نسي المنعم الذي أعطاه، وتذكر هذه النعمة وظن أنها أعطيت إليه لأنه يستحقها، زي قارون إنما أوتيت على علم عندي. فضلت الإمام بعد فضلتك، ما المشكلة التي كان يعاني منها سيدنا هود مع قومه؟ ما عيبهم؟ لا، هو دخلوا على قضية الأصنام مرة أخرى، يعني رجعوا للأصنام مرة تانية. تاني لزوم الدور، لزوم الدور بالجرس بتغمية العين، نفس القضية سبحان. ليه؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا الله، يعني إلى هذه الدرجة، يعني لهم أعين لا يسمعون بها، قلوب لا يفقهون بها، فإنها لا تعمل أبصار، لكن عند عمل بصيرة تعمل جوارح. عندما تكل البصيرة وتصب العمى فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. هل هنالك هل هنالك استراتيجيات معينة أو خطط أو خطوات معينة مشى عليها سيدنا هود
لإصلاح قومه وردهم إلى جادة الصواب، الطريق المستقيم؟ أولا كل نبي هو منتخب ومختار اختيار واصطفاء إلهي، يعني مش قومه رشحوه وفاز، لا، ده هو مصطفى ومختار، زي ما قال ربنا قال وانا اخترتك باختيار سيدنا موسى مثلا. فهو سبحان الله العظيم يعني يذكرهم بآلاء الله وان يعودوا الى توحيد الله ولا يسألهم عليه اجر، دي نقطة تانية، مع انه من الواجب انا اخذ اجرا على ما اقدم، صح ولا لا؟ انا جيت بنيت لك البيت اخذ اجر، الطبيب جاء فكشف وقع الكشف على الطفل اخذ اجرا، تمام، العامل الفلاني او الفن الفلاني اصلح السيارة اخذ اجرا. هذا النبي وكل الانبياء هيعطيهم جي يعطيهم جنة، كمان الواجب ياخذ اجر، كمان الواجب ياخذ اكبر اجر، يعني هو مش جاي يعطيهم بيت بغرف ولا سيارة ولا دابة ولا ناقة ولا لا، ده انا هديك اعطيك الجنة انت بس يمشي وراي وانا اعطيك الجنة، لا سبحان الله. لكن الانسان عندما يركب عقله، مش سيدنا نوح نادى على ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا قال له؟ سآوي الى يعصمنا من الماء. طيب بالله عليك اي انسان على مر التاريخ ركب جبل عقله غرق في طوفان الكفر؟ الله، اي انسان؟ لا، على رسلك، على رسلك. مرة ثانية هذه الجملة بديعة. من ركب جبل عقله كما صنع إبليس، عقله تحاج فركب على جبل العقل، فلما ركب على جبل عقله ظن أنه أصبح عالي، وإن فرعون لا عالم في الأرض، بس في الأرض هو ابن نوح ركب جبل. أي إنسان مخلوق يركب جبل عقله لابد ان يغرقه طوفان الكفر والانحراف، لان الله عرف بالشرع ولم يعرف بالعقل. ده ربنا عرفوه بالعقل، لا لا لا، ربنا عرفوه بالشرع ثم ياتي العقل ليستنير بهداية الشرع. ولو كانت الامور تؤخذ بالعقل في كل شيء لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلى. بارك الله فيك. وانا من الخطط، تفضلك الله سيدي الكريم، هنا من استراتيجيات او خطط سيدنا هود ايضا لاصلاح قومه ان يذكرهم او ذكرهم بالتوبه والاستغفار، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. وهذا شأن الانبياء جميعا. ما فائده الاستغفار والتوبه بالنسبه للكافر والمسلم؟ اول خطوه نحو رب العباد سبحانه وتعالى يجب ان تكون استغفارا وتوبه، اول خطوه، مفيش خطوه تسبقها. بدليل انا ليه قبل ان ادخل الى الصلاه يجب ان اكون طاهر البدن طاهر الثوب طاهر المكان؟ ها، اول خطوه فكانها هي توبه. والتوبه حتى الاستغفار مش قبل الدخول، لا، ده بعد الخروج، بعد الانتهاء من الطاعه يستغفر الانسان ربه لنقصه في الطاعة مهما بلغت كمالا. كيف؟ قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يوم عرفة، واستغفروا الله. رغم أن الناس من عرفة وإبليس يتحسر والذنوب محيت والخير حصل ورغم ذلك استغفروا الله. أنا أسلم، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله العظيم من تغفر. ولذلك هل كان للرسول ذنب صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟ لا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عظيم، ما ذنبه؟ لا ذنب له. عظيم، عارف ايه؟ زي يقول كده بعلماء القلوب، يقول حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني عندك ولدين في البيت، ولد يحصل على 95 و98% في كل امتحان، وولد مرة يجيب 50% ومرة يرسب ومرة يجيب 55، جابوا 55، ده جاب 60%. يقول ما شاء الله ما شاء الله يا احمد، انت بقيت ممتاز، انت تفوقت. وابو 98 جاب 90،
انت مالك خبت يا حسن كده؟ انت مالك كده؟ سبحان الله. فاذا القضيه كده، يا اسامه ماذا تصنع؟ قال عتبه بابي اصلحها يا رسول الله. قال الامر اعجل من هذا يا اسامه، مش كده يعني، ده بيربيه تربيه خاصه بيربيته، ولكن يقول لسعد لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم فقراء يتكففون الحاجه. فهو الاستراتيجيه كما تقول انه هو بيضيف لهم، شوف عظمه الانبياء انهم ادركوا مفاتيح شخصيات قومهم. تمام. ونحن للاسف الشديد نفشل اذا اردنا ان يسير الذي امامنا وفق هوانا نحن، ولا اريد انا ان انتقل الى الارض التي يقف عليها. سلم يا رب. الله اكبر. ليه الهدهد مع سليمان لما نيجي ان شاء الله، لما قال الا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. تمام. هو من الواجب الهدهد يقول ايه؟ يخرج الخبأ في الارض الاول، اللي هو بيطلع منه الخبأ، اللي هو بيطلع رزقه منه القريب له. لكن عشان قلب الهدهد وبصيرته اذا جاز التعبير موصولة بالله، فنظره وقلبه معلق بالسماء ليس معلقا في الارض. ما هو العبد لما يعرف، فلذلك سيدنا هود يقول لقومه ايه؟ يزيدكم قوة الى قوتكم، يديله اضافة، انتوا مش اقوياء وزادكم في الخلق بسطة، وكمان هيزودكم قوة كمان، لازم تديله منفعة. اكبر برغماتي في التاريخ هو الكافر، نفعي هتعطيني ايه؟ وزيك هو لما يشوف واحد بيحبك في الله يقول لك عجيب يا اخي، ايه علاقة الدكتور محمد خالد ده بوالده الشيخ عمر؟ عجيبة، في ايه يا اخي؟ في محبة في الله. هو لا يقيسها لا يعرفها. اذا لم يعرف الحب قال له علمني المحبة للحسن البصري، قال له يا ولدي المحبة لا تجيء بالتعليم. هو في حب بالتعليم؟ مفيش محبة بالتعليم، ما مش ممكن اروح مدرسة الحب؟ لا مفيش. تمام. فلذلك هو ادرك هود يعني مفاتيح شخصية القوم. ايه الرد بتاعهم بعد ما عرض عليهم ده كله؟ قال يعني ما جئتنا لتقولك اللي اعتراك بعض الهتنا بسوء. ده انت يعني الالهة غبت عليك وبدأت تتخرف. لا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك ايه ربنا قال عليهم؟ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، مع انه هو رسول واحد، لو جالهم 100 رسول هيعصوا. شوف قضية الجمع هنا، اي رسول هيأتي بنفس الدعوة سوف يعصى وسوف يجحد وسوف يرفض. هكذا سبق في علم الله عز وجل ام كتبه وقدره عليه؟ لا، ما احنا قلنا في من قبل ان الله يعني اعطى الانبياء جميعا هداية الدلالة، دلهم على الله، لكن لا يعطيهم هداية الاعانة الا اذا دخلوا على طريق دلالة الهداية. لما يدخلوا على الطريق يعينهم، ما دخلش على الطريق طب يعطيه ليه؟ ها؟ ماذا يعطيه؟ قال ومن الكارثة وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل جبار عنيد. ادي الائمة بتوعهم، يعني ائمة الضلال سبحان الله، واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ودي النتيجة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. طيب بالرغم أن سيدنا هود عليه السلام ذكر قومه أو هددهم بأنه قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، إلا أن قومه لم يرعوا أيضا عما كانوا فيه وكانوا سادرين في غيهم. كيف تفسر هذا الموقف؟ الكبر عندما يتملك قوما نتيجة المال، من أشد منا قوم؟ مش الرجل دخل جنته وهو ظالم لنفسه؟ صح ولا لا؟ صحيح. ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. لا، وشوف التألي على الله، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. شوف 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 الإجرام وصل لفيه. ما هو الكفر وراه كفر أشد. خلاص دخل يعني ضل الطريق، مش يرجع، لا ده راح على الطريق اللي بعده اللي بعده. فين سبحان الله؟ انا يعني 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 ما اظن ان تبيد هذه ابدا. حتى اصحاب
ما يقال عليهم مدنيات الحديثة، الناس يقولون الحضارات، لا هذه ليست حضارة، الذي نحن فيه ليس حضارة. أي تقدم بعيدا عن قيم السماء يسمى مدنية وليست حضارة. الحضارة كل الحضارة هي التي صنعها الخليل مع ابنه وزوجه في واد غير ذي زرع، هذه أم الحضارات، أن يتصل ليقيموا الصلاة، ليقيموا الصلاة. إذا حل عذاب الله سبحانه وتعالى بقوم هود، ما كان هذا العذاب وكيف انتهت قصتهم واستوصلت شأفتهم؟ والعياذ بالله رب العالمين، قال أتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. دائما كده يعني، أنت يعني بالعامية كده إيه، أعلى ما في خيلك يركب يعني كده، صح كده بالعامية، سبحان الله. والعياذ بالله رب العالمين، والعياذ يعني الكارثة الكبرى سبحان الله العظيم. يعني يصفوه ايضا، شوف الاجرام لازم ينتقص من قدره. يعني ان لنراك في سفاهة، انت سفيه، عارف سفيه ليه؟ عشان ياخدهم لطريق التوحيد. وليه سفيه؟ عشان عايز ينقذهم من الشرك. وليه سفيه؟ عايز يدخلهم الجنة. طب بالله عليك، اذا كانت محاسن التي ادل بها صارت لديك عيوبا، فقل لي كيف اعتذره؟ لا شيء، لا سبيل. سبحان الله، فسبحان الله العظيم نزل عليهم العذاب والعياذ بالله رب العالمين، وانتهت يعني كما توعدهم سيدنا هود. وللأسف الشديد لا يكفي أن يقول فيهم رب العباد ألا بعدا لعاد قوم، بعدا عن طريق الهداية، وبعدا عن الاستقرار في الأرض، وبعدا عن الاستمرار بالنعم، وبعدا عن هذه الحياة، لأنهم ما شكروا رب العباد الذي آتاهم كل هذا. الريح التي أرسلت عليهم واستأصلت شأفتهم إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى، ما الذي يمكن أن نستفيده نحن من هذه القصيدة؟ يعني أنا أقول يا قوم، يا مسلمين، يا موحدين، يا مؤمنين بالله، الأمم تعذب بهذه الطريقة. فإذا تنكب الإنسان أو ناكد طريق الله سبحانه وتعالى، تأتي هذه الريح في صور عذاب كثيرة. نسأل الله ألا يعرضنا للابتلاءات، وأن يرفع هذا الابتلاء الذي نحن فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وألا نكون نحن من السفهاء، ولكن نكون من العقلاء الذين يعبدون رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم أمين يا رب العالمين. في عجالة إذا أردت فضيلتكم، يعني نزل العذاب على قوم هود ونجى الله سبحانه وتعالى هودا والذين معه، ولم تخبرنا أي القرآن الكريم أين ذهب هود والمؤمنين معه بعد ذلك؟ نحن نقول دائما ان القصة القرآنية قصة عجيبة لا تهم ابدا لا الزمان ولا المكان ولا الاسماء، ولكن تهم العبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الالباب. هذا ليس داخلا في صلب القصة، وانما سبحان الله انتهت القضية بنجاة المؤمنين، ويكفيهم شرفا ان بعد موتهم في اي مكان سوف يدخلون الجنة، وان هؤلاء اخذوا عذابا في الدنيا إلا عذاب الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. وفي الآخرة سبحان الله العظيم يعني يقضي الله بين العباد. وفي آخر الحلقة يشير المخرج أن نحن في آخر الحلقة الآن. بارك الله في فضلاتكم، وعلى وعد باللقاء بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة لاستكمالها. شكرا لك سيدي الكريم. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب فضيلة العالم العلامة الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما